بكم في مدينة لبيب. السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم اني والحجي بمدينة ليفيف. ليفيف هاي سحقة طبعا. هسه اليوم راح ناخذكم جولة بمدينة ليفيف. المدينة هنا تشتهر بشنو؟ تشتهر بالقهوة. بالقهوة ها؟ عالم سياحي. سياحي؟ مدينة مهمة لأوكرانيا وتقع في لا تنسى. وأجمل نساء العالم تلقوها كلها وين؟ بهاي المدينة. هاي المدينة وباقي أيضا. والمشكلة أجمل نساء العالم وإحنا حدايق. احكي عن نفسك مفروض. يلا ما شاء الله حجي. هسه راح ناخذكم وين؟ قهوة؟ للمصنع مالي قهوة. مصنع جدا رائع. يلا تعالوا. هنا ليش هذا الشارع هيك الطابوق مالته؟ هذا الشارع طبعا الحجر كلش قديم. قديم جدا. قبل كان ماكو طبيعي. اي اي. كانوا يستخدمون هذا. ايه الخشب وهمين خشب وربل. ايه ربل لو حصل ربل. هذا باعوا له حبايبي وهمين على مود الثلج، لان تعرفون المدينه ينزل بيها ثلج. فصر هذا الفندق احنا ساكنين بيه. طبعا الفندق هذا من الفنادق المهمه، من درجه 5 نجوم. الليله اللي هي تعدل ما بين 100 دولار. 100 دولار للشخص الواحد مو؟ الشخص الواحد. اوكي. طبعا فيها اكثر من حد 250 دولار، ما يعادل 2500 جربنا. اي يعني ال 100 دولار تساوي 2600 جرب. اي هيك حلو. بس انا وياك احنا جديد، احنا اليوم يلا سكننا بهذا الفندق. اي نعم. فندق تقول 5 نجوم مو؟ 5 نجوم. فشي مرتب، تريد فطور شي تريد موجود به. من المدن السياحية يقدر السواح اللي يجوها ما يقارب 2 مليون إلى 5 ملايين حسب المواسم. طبعا بس خليني اقول شغله، مو كل حد صوته ناصل، لان هاي اول مره صوتك انت اعلى من الاصوات. مو لازم على مود يسمعون، لان هنا عالي. اي بعد هاي مو الخبره تلعبوها. اكيد اكيد. اي بلين اول هذا المطعم مال الفندق. هذا المطعم مال الفندق. بس خليني اقول لكم شغله واحده، هاي المدينه هنا يجيها تقريبا بالسنه من 5 إلى 6 مليون. مو انا حاسبهم. نحن الآن في مصنع القهوة. القهوة طبعا رائعة جدا، رائحة زاكية ورائعة جدا. يعني من الأخير الرائحة مال القهوة توصل السابع جار يقولون. سابع ولين. إيه هذا اللي بعد شلون يصير؟ هاي طبعا جدا قديم. شوف الأكياس القهوة وشوف أنواع القهوة مثلا الداكنة والخفيفة حسب الذوق. معبات شيء مرتب. هذه انواع الدلالي. اي دله تقريبا اغلبها عربيه او تركيه. هاي شنو هاي يسوون بيها قهوه؟ هاي دله. راح اضربك دله. هاي فناجين القهوة
طبعا سعر الفنجان 150 قرفنا ما يعادل تقريبا 5 دولار هذا القوري وقوري شاي وهاي بقية طبعا هاي الكراميل ممكنكم والمعالم الأثرية يحطوها على الفناجين وعن ملابس الفلكلور التقليدي موجود أيضا هذا أسد النجف باعولك؟ لا مو أسد النجف هذا أسد النجف نايم أو شربناها والآن نأخذكم جولة في المدينة الشرقية تساقط الندى مثل ما احنا نسميه المدينة طبعا خالية من السيارات فقط للمارة هذا المعمل من الخارج هذا ترماي او الشتراسة بان بالألمانية او قطار الشارع طبعا دليل على حبهم للمدينة هاشتاج لوف لفيف خير مشاهدينا صباح الخير وعيوننا تقول صينيين استوى قاعد ناوبل والله تحدي اليوم سلم ترافتك ايه تمام شلون قاعد يجي وقت حتى افيق من الصبح افيق الله يا رفيق متابعينا حبايبنا بعده تعبان تعبان خلينا نكمل لكم القناة هاي الثانية مالتي الطيفة العمي خليتها يمه على مو شنو يصور لكم اوروبا كلها انا ما اقدر اسافر اوروبا يم بس يحط هنا باوكراني عندي اقامه دائميه ومن اخذ الجواز الاوكراني جواز الاوكراني 25 على العالم تصنيفه اقدر اسافر حتى لقطر مالتي وانا يمكن قريبا جدا راجع للعراق فانتظروا فيديوهات مثل القديمه خلاص وراح نرجع للعراق اشتركوا بالقناه نرجع ايه طريق واحد وراح نرجع بال نطلع البصر مو نطلع البصر المهم اشتركوا بالقناة وديروا بالكم عليه وفعلوا اليوم حطونا اللايك خلوا تيكم وضيفونا على الانستغرام هنا راح يكون موجود الانستغرام على القناة خلاص مو هسه احنا وين هسه احنا مدينة هسه راح نودع الحجي راح راح نودع الحجي لان الحجي راح على المانيا وانا راح احطها بهاي المدينه وعلى هفي عليك الاكل بدون قلبه انتظرونا انا بالنسبه لي راح اشتري لكم كاميرا صور في الموبايل كمل الرحله وين حد لحد ما يوصل للبيت مرتب المانيا انا يعني بالمطار وطلعت القهوه وسلمت الشنطه بالبوردنج المطار مثل ما تشوفونه فارغ تقريبا ولكن معكم رحلات قصيره مفرغه. بس احنا شوفوا حتى القهوه بيها طياره. هاي الكافتيريا مع المطار حلوه ونظيفه. المطار ايضا نظيف مع العلم فارغ بس شكله جيد. اجواء جدا جميله. هاي الطيارة وهاي حدث الطيار حتى الطيار لابس كمان احنا بالباب راح ننزل مع السلامة جاي ينزلونا من الطيارة لأن صار حادث على المدرج الحمد لله والشكر بعد ما أدري راح نشوف الطيارة واقفة كل متعلق على الحادث الطيارات رجعت مرة ثانية طير المدرج فارغ بس احنا إن شاء الله نركب الطيارة
هاي ألمانيا والأجواء ما شاء الله جميلة جدا. طبعا الطفل طول الرحلة يصرخ حقه يعني. أجواء جميلة هاي البيوت والمزارع، ولو تشاهدون هذيك الطواحين طاحون هذه مال الكهرباء، هسه ان شاء الله اوريكم اياها. هذه الطواحين هذه الكهرباء، هذه مولدات كربونية كهربائية تولد كهرباء طبعا للمنطقة. معلومة لهذه الفتحة اللي تصير بالجامع للتنفيذ، شوفوها الطبيعة الخلابة في ألمانيا. الآن نستعد للهبوط. والشكر وصلنا، الأجواء حلوة. في برلين الساعة 12 بالليل في برلين. هذا القطار سابقين المحط. حبايبي هاي وصلنا برلين، هاي الساعة العالمية طبعا لكل دول العالم عواصمها، وهذا برج برلين، برج التلفزيون. انتهت رحلتنا، اتمنى ان تنال اعجابكم. لا تنسوا وضع لايك او وضع اي تعليق وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شيء. دمتم سالمين.